أول من أركان الإيمان. سيروم كونغو كوم سيرني ماغي الإيمان بالله. إن يكم رو نساي كيف نؤمن بالله؟ ويكم رو نساي نانغو نؤمن بتوحيد الربوبية. ويكم جنكم توحيد يعني ربوبية تينني يروت نساي إيروت ما جي جا كوان جا كوان ونيا كلاغا. ونؤمن بتوحيد الألوهية العبادة. كن ويكم نينيا ساي إنر أذكنم وينجرو لام. ونؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. كن ويني روت نساي إما نيجي كما بيو 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 توجي صفة ما بيو بيو. ونؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله أصلاً. كن ويني روت نساي ما دك بناني تي نكين تيجو كم كم أو داعني نسايو. ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا حصر لها. يمكن أن نجمع الأدلة في أدلة أربعة. الأول العقل. يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. الثاني تكون في كرب شدة في مرض مثلا وتدعو الله أن يفرج تجد هذا الكرب ينفرج. هذا دليل محسوس ملموس تراه بعينك تشعر به. دليل مرة ريو يولو رسي جمانغاتو توو كرسي جمانغاتو نيكي شيدا مدوان اللامو روت نساي كيلو روت نساي كوني غولي شيدا مانتي مانومي اونيو نروت نساي نتي كنين منغو لامي. الثالث الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. مرة ديك ان مر جينا يعني فطرة اجي مومي لونه فطرة جاني نغاتو كنغاتو اني نيولو الرابع من الأدلة على وجود الله الأدلة من القرآن والسنة. Then,